فيديو غندوي لكم على واحد المقترح اللي وجدته لخلق 500 ألف فرصة شغل في المغرب. إذا برنامج لخلق 500 ألف فرصة شغل في المغرب. طبعا حنايا كنعرفوا أن العالم حاليا كيعيش سكون أبل ثورة تكنولوجيا المعلومات. ثورة تكنولوجيا المعلومات حنايا شنو غادي نديرو؟ اون فا تيغي بروفي، يعني غنستغلو هاد الفرصة باش نكريو pour créer des centaines de milliers d'emplois. Qui fait-je? Bzaf diyal nas fi lmuhit diyali fash kandoulhom ala had afkar kibqaw kidhkou kiqoulou liya tu nous rappelles ani katfkrna b'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron li howa un homme politique français li dar wahed mouvement, wahed haraka li smaha En Marche. Le mouchkil dial Emmanuel Macron li baghi youlli président en France, le mouchkil dialo w annahu machi ando barawij waqi'iyya, huwa aish ghir nadhariyat fi nadhariyat وعندو برامج اللي هي نظريه، ما كاينش شي حاجه اللي ملموسه. شخصيا البرنامج اللي بغيت يعني نقدمو لوزارة الصناعه والتكنولوجيا الرقميه ديال المغرب هو برنامج واقعي وبالموس. علاش؟ لحقاش انا شخصيا كندير هادشي، انا شخصيا كندير هادشي وعاونت بزاف ديال الناس يديروا هادشي، وعندي بزاف ديال الناس خدامين معايا كيديروا هادشي اللي غنهضر عليه دابا. دونك شنو هو هاد البرنامج؟ برنامج هو خلق وبناء مراكز خدمة مستقلة في جميع جهات المغرب. يعني غادي نديرو دي سونتر دو سيرفيس في جميع جهات المغرب. غادي نديرو فيهم مراكز تكوينية وغادي يجمعوا فيهم الشباب، كاع الشباب اللي انتريسي بالعلوم الحديثة وبتكنولوجيا المعلومات غنجمعوهم في هاد المراكز. نجمعوهم في هاد المراكز وغتكون عندهم الفرصة انهم سواء يا اما يكونوا راسهم يديروا دي فورماسيون، ولا يبداو يخدموا ديريكتومون، يبداو يقلبوا سوغ انترنيت على الخدمة ديالهم، على داكشي اللي باغيين يديرو، وعلى الزبناء. ساشونكو حاليا كنعرف بزاف ديال الناس في المغرب، مي فغيمون دي سونتان دو ميليي اللي خدامين في هاد الميدان، خاصة في المناطق نتاع كازا والرباط ومراكش. كازا الرباط مراكش، كلشي كيدخل كيقلب على الانترنيت، كيقلب في الانترنيت ميسيون maintenir un système, créer un site web, créer une application, faire des modifications, etc. Qui a le mot qui est l'émission qui est le mot. Nous allons faire des choses, nous allons faire des amplifier. Nous allons voir l'effet multiplicateur. Nous allons faire des choses. Nous allons faire des choses qui sont les chabab. Nous allons faire des choses. La politique économique qui est le mot.
اللي غتخلي هاد فرص الشغل يتضاعفوا وان ميم طون غادي نهيكلوا هاد لو سيكتور غنديروا ليه الهيكله غنديروا ليه الهيكله حيت غالبيه ديال هاد الناس اللي خدامين سيسني ماشي كلهم خدامين اون نوار كيخدموا غير بالانترنيت كيخلصهم شي واحد كيدخلهم الفلوس من بايبال وكيدخلهم الفلوس من ويستر يونيون وما كيديكلاري والو للدوله دونك فرود فيسكال دونك هاد الناس ديجا كاينين ديجا خدامين كاين واحد النواة ديال الناس كاينين حنا غنجيو غنبنيو ليهم مراكز اللي غنسميوهم دي زيسباس كووركينغ دو فورماسيون هاد لي زيسباس كووركينغ غادي نبنيوهم باغ ريجيون عندي معايا الارقام ديال حيت درت الهندسة ديال البرنامج على سبيل المثال منطقة طنجة تطوان الحسيمة غنبنيو فيها 9 ديال المراكز منطقة الجهة الشرقية غنبنيو فيها 6 ديال المراكز منطقة الرباط غنبنيو فيها 11 الدار البيضاء غنبنيو فيها 17 على حساب لا بوبولاسيون فاش تكون لا بوبولاسيون طالعة غنبنيو كثر وانا يلا خديت 0.5 لو بارامتر 0.5% c'est-à-dire 0.0005 celui-là c'est 5% خديتها ديال لا بوبولاسيون في العام الاول اللي كيعطينا الف نو اللي كيعطينا باردون 170000 بيرسون اللي غيدخلوا في هاد البرنامج العام الاول حنايا غادي نستمروا في هذا البرنامج اون توتاليتي 47 مليار درهم 47 مليار درهم وغادي نستمروا في البناء غادي نبنيو المراكز التكوينيه المراكز التكوينيه غادي يكون فيهم بين 10 و 20 ايطاج كل مركز فيه بين 10 و 20 ايطاج وغادي يستوعبوا في العام الاول 2000 واحد 2000 شخص غادي نبنيو 85 مركز في المغرب كامل غادي نشريو المعدات ماتريال انفورماتيك والاثاث موبيليي يعني حنا غادي نخسرو هاد 47 مليار درهم ديال الاستثمار الكامل ديال المشروع 44 مليار ديالها 44 مليار درهم منها غتستعمل بناء المراكز شراء المعدات الاثاث والتسيير والباقي 3 مليار درهم غنستعملوها في لا فورماسيون في التكوين وهاد الشباب غنطلقوهم وغادي اكزيرسيو في اطار المقاول الذاتي يعني غادي يكونوا بحال اللي خدامين وان ميم طون مقاولين ذاتيين غنهيئوا لهم واحد الظروف اللي غيخليهم انهم يديكولوا فريمون يديكولوا ويخدموا حيت هادشي ديجا دا كاين خصنا حنا غير نجيو نديرو واحد ليفي اكسبونونسيال العائد خلق الثروه المغرب من هذا البرنامج ومن هذا الاستثمار يقدر ب 1.5 تريليون 1.5 تريليونات دونك 1.5 تريليون من خلق الثروه مبلغ ثروه كبيره جدا علاش لحقاش ميدان prestation de service intellectuel عنده لا فالور اجوتي تري زيلفي وخديت فريمون دي زيبوتيز يعني فرضيات صغيره في الشهر الاول في العام الاول
يعني المقاولة ذات جون كاين اللي غادي يشيف دافير كاع، كاين اللي غادي يدير غير 1000 درهم في الشهر، كاين اللي غادي يدير 2000 درهم في الشهر ديال رقم معاملات، ولكن او ميم طون راه كيتفوق معاه. دونك حنايا مع هذا البرنامج كامل كبلد كمغرب غندخلو 1.5 تريليون وغنستثمرو وغنخدمو 150 الف شاب في العام الاول و 500 الف دون 5 على مدى 5 سنوات. دونك كنتمنى اني كنت واضح في هذا المشروع على يعني في شرح ديال المشروع. والسلام عليكم.